الكثير من الآباء والأمهات يحاولون أن يقوموا بدورهم تجاه أبنائهم على أكمل وجه، ولكن أحياناً يتحول الأمر إلى هوس بالمثالية والكمال، ما يسبب لهم الإرهاق. فيشير الخبراء اليوم إلى أن السعي للكمال يصبح أكثر خطورة عندما يمارس على الأطفال. من الطبيعي أن يقعوا في الأخطاء باعتبارهم وسيلة للتعلم. وبحسب دراسة جديدة، يعاني ما بين 25 و30% من المراهقين من الكمال غير القادر على التكيف، أي الذين يسعون إلى الكمال غير الواقعي إلى درجة التسبب لهم في الألم. وغالبا ما يتجلى السعي إلى الكمال في صورة الغضب والقلق والاكتئاب، الخوف من الرفض، وفي الحالات القصوى السلوك الانتحاري. فما الذي يجعل الكمالية شديدة الخطورة، وكيف يمكننا حماية الأطفال والمراهقين من أثارها الضارة؟ المزيد معك لميس. الأب والأم المثاليان يكونان من الشخصيات الدقيقة جداً، يريدان كل شيء جيد وصحيح بنسبة 100% ويطبقان هذا على الابن. يفرضون عليه أن يتصرف بالطريقة التي يرونها هم مثالية جداً، ولا يتركان له أي مساحة ليقول رأيه أو يعبر عن نفسه. هذا الهوس بالمثالية والكمال من شأنه أن يجعل الأبناء عرضة للمخاطر العقلية بحسب خبراء علم النفس، فهم يقصون على أنفسهم ويخافون من الفشل. فنظراً لأن العديد من الأهداف التي وضعها الآباء والأمهات المثاليين للأطفال غير واقعية تماماً، سرعان ما يجد العديد من الأطفال أن الإنجازات والنجاحات تخلو تماماً من المتعة. ويسبب هذا السعي للكمال أن يكون الآباء مجهودين جداً طوال الوقت، ولا يمكنهم أن يرسموا السعادة على وجوه أبنائهم، كما أنهم عاجزين عن الاستمتاع بالحياة، بالتالي تكون نتيجة طفل تعيس غير سليم نفسياً. وبحسب الباحثين، فإن فكرة الآباء المثاليين هي أكذوبة كبيرة، وما يحتاجه الأبناء ليس شخصاً خارقاً، وإنما أب أو أم جيدة ومحبة وسعيدة أيضاً. ويقول الباحثين أن اكتشاف الأبناء لبعض عيوب الآباء يمنحهم الثقة للتعلم من ارتكاب الأخطاء ويوفر لهم قدوة جيدة، ولهذا على الأهل مشاركة أطفالهم قصص إخفاقاتهم ويشرحوا لهم كيف تعلموا من الفشل. على كل حال، سألنا الناس في مصر: هل تريد لأبنائك أن يحققوا أحلامك أم أحلامهم؟ نتابع. يعني بتمنى لهم الخير، وبتمنى لهم ان هم يكونوا افضل ويكونوا افضل مني، وحياه سعيده. اللي انا نفسي فيه يعملوه يعني ولادي، ان انا احس ان هم ماشيين على نفس المنوال اللي احنا مشينا فيه، ان الدنيا ما تبقاش كل حاجه سهله، عشان احنا تعبنا عشان نعمل اللي احنا وصلنا له. يعني حققوا حلمهم هم طبعا اهم شيء، بعد لما ياخدوا الدرايه مني اكتر، بس عشان انا طبعا تعبت في حياتي وكافحت جامد جدا، فبقى لازم انصحهم على الحاجات بتاعتهم، هم اقول لهم يعني ايه الصح وايه الغلط. صحيح ان كل واحد ليه حلم في حياته، واللي يعني لم يتمكن من تحقيق حلمه بيتمنى انه يحققه في اولاده، مع مراعاه ان كل ابن زي ما كان الاب ده ابن في يوم من الايام وكان ليه حلمه الشخصي او اهدافه الشخصيه، فلازم الابناء كمان يبقى لهم اهدافهم الشخصيه وليهم خطه حياتهم، والا يبقى نسخه مكرره من الاب او من الام. على كل من القاهرة تنضم إلينا مدربة الحياة فاتن سلامة. فاتن، يسعد صباحك، أهلا بك. ما رأيك بما جاء في الدراسة؟ إلى أي بالفعل إلى أي مدى الهوس المثالية والكمالية يؤثر سلبا على أبنائهم؟ صباح الخير سهام، صباح الخير نديم، وكل عام وأنتم بخير وكل أسرة صباح العربية والمشاهدين بخير يا رب. هوس المثالية في التربية، واللي غالبا خصوصا في عالمنا العربي ما بنتطلع إليه، هي حالة خلق حالة من التنظير، حالة من المقارنة، حالة من التوصيف من مقدمي الرعاية للأبناء. خلينا سريعا نوضح يعني ايه كلمة جيل أو جينيريشن. هي مدة زمنية تتراوح ما بين 25 سنة ل 30 سنة، ومتوسط عمر الزواج في العالم ما بين الرجال من 30 ل 33 سنة، وبين الإناث من 24 ل 27 سنة، فيما معناه أن أنا أتربى في جيل وأربي في جيل آخر، فبالتالي تطلعي للمثالية وتطلعي للكمال في تربية أولادي بيكون نفسيا ناجم عن
إما إن أنا بيكون عندي حلم كما يعني ذكر في التقرير ولميس قالت إنه أنا عندي حلم فبتطلع إن أنا أحققه في أولادي، وده طبعاً غلط لأن أنا قدراتي ومهاراتي والظروف اللي حواليا غير ظروف أولادي خالص، أو إن أنا أتطلع إلى إن أنا يجيلي social affirmation أو تأكيد اجتماعي، عايزة أثبت للمجتمع شيء معين وده ليس له علاقة بهذا الكائن اللي أنا يعني بربيه. للمفارقة معظم القصص الناجحة وراها دعم كبير للأهل، تطوير الموهبة وتنميتها. نعم، دعم وليس هوس في المثالية نادين، دعم بمعنى تقبلك لأبنائك، ربنا يخليهم لك يا رب بكل ما فيهم من صفات أو نقاط قوة ونقاط ضعف، وهذا ما أكدته جميع الدراسات على أن مصطلح الجريت بمعناها المثابرة، واللي بيكون بيخلق أطفال وبيخلق أجيال بيكون بتستطيع أن تخلق ما بين الباشن أو الشغف وما بين الكونسيستنسي أو الاستمرارية في الشيء اللي هما بيعملوه نابع من الأسرة. يعني أنا كأم مثلاً يعني أدرك تماماً ضعف أبنائي في اللغة العربية، فبالتالي مش هسيب كل الأشياء اللي أولادي بيعملوها كويس وأبص بس على نقاط الضعف لأنني مهووسة بالمثالية، أو لأنني لدي هذه الرغبة إن الناس أو عائلتي أو أصدقائي يقولوا أولادها جابوا الجريدز الفلانية أو أولادها دخلوا الجامعات هذه الجامعات. نوع آخر من غير الجريت، نوع آخر كانت أشارت إليه كارول دويك الأستاذة علم النفس في جامعة ستانفورد، قالت إنه عندنا مشكلة كبيرة في التربية، وهي إن إحنا بنتعامل مع أبنائنا من خلال خبراتنا إحنا ومن خلال المخزون اللي عندنا من المواهب أو التعليم أو خبرتي أنا كفاتن مثلاً، ما ببصش لأبنائي عاملين إيه، وده اللي بيخلق عندهم نوع من المايندسيت بنسميه فيكسد مايندسيت أو المايندسيت الثابت. ولكن علشان أوازن ما بين إن أنا يعني أذهب إلى الهوس المثالية في التربية وإن أنا أكون أب أو أم حقيقي، يعني زي ما أنت ما قلت يكون أخلق قصة نجاح من ابني أو بنتي أو أساعده في تحقيق حلمه هو وليس حلمي أنا، إن أنا أخلي ابني ده عنده growth mindset يتقبل فشله، يعرف إن الفشل ده مش permanent، مش حاجة ثابتة معاه في حياته، يعرف إن في نقاط نجاح ونقاط قوة ونقاط ضعف، هي الحياة فقط ليست نقاط قوة. طيب فاتن، أنت بالنسبة للأباء المهووسين بالكمالية والمثالية والذين دائما ما يرغبون بأبنائهم يكونوا هم الأوائل والناجحين، ماذا تنصحيهم حتى لا يحسوا أولادهم أنهم مضغوطين أم أنهم مراقبين أو مجهدين مثلا؟ بداية خلينا نتعامل بواقعية مع حدود طاقتي أنا كأم أو أب، لأن أنا لما بزود على نفسي إن أنا بروح للمثالية أنا كأم يا سهام بحط على نفسي عبء وتوتر وبتوصل لترومز وبتوصل لأمراض نفسية، فلازم أتعامل على حدود طاقتي دي إمكانياتي أنا كمقدم رعاية. تاني حاجة لازم يكون في سمة اتصال، أسأل نفسي أنا عايز إيه في رحلة التربية دي وابني أو بنتي عايز مني إيه؟ دائماً ما أسأل هذا السؤال للأباء، هل سألتم أبنائكم هل في حلقة وصل ما بينكم في البروسس بتاعة التربية؟ تالت حاجة اسمع هو بيقول إيه لنفسه، لأنه مهم جداً أنت ممكن تكون بتقول له حاجة وهو بيقول لنفسه حاجة تانية خالص تختلف تماماً عن اللي أنت بتبص له. نعم؟ فاتن، في مقولة بتقول happy mom happy life، يعني أم سعيدة حياة سعيدة، هل هذا فقط ما يحتاجه أبنائنا؟ الأبناء بنسبة أكثر من 70% لما بنيجي نتكلم معاهم بيقولوا إحنا مش عايزين أي حاجة غير إن إحنا نشوف أهالينا، ما بيزعقولناش علشان نعمل حاجة. طبعاً هابي مام هابي لايف، لأن هي مش بس هابي مام، يعني البارنتس عموماً أو مقدم الرعاية، لأن في الفترة الأخيرة مش بس الأم والأب هم اللي بيقدموا الرعاية، فيه ممكن تكون الجدة أو الجد أو الأعمام أو ما يعني ما إلى ذلك. فبالتالي هابي فاميلي هابي لايف، والسعادة مش بس بمجرد ان هم يجتازوا اختبارات المدرسة، بل مساعدتهم في اجتياز اختبارات الحياة، وعشان اساعدهم في اجتياز اختبارات الحياة لابد من انني اثقل الشخصية، مش بس بالمعلومات او بالارقام او بالجريدز اللي بيجيبوها، لا الموضوع ابعد من كده بكتير، لازم يكون عندهم السكيلز اللي هتؤهلهم للحياة الصعبة جدا اللي هم بيواجهوها. احنا بنشكرك جزيل الشكر من القاهرة مدربة الحياة فاتن سلامة.